السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على مسجات مغاربة كاملين. ودابا أنا خرجت السبيطار، دابا نمشي عند المنتخب. شكرا. Thank you for all the messages. I'm good. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كما انني اقدم الشكر الجزيل لكل الاسماء التي اضاءت الفضاء الرياضي الشباب الدوله للموسم الكروي الذي ودعناه 2017-2018 لاعبا وتسييرا وتدبيرا وتشجيعا اخلاصا وحبا في الفريق وفي الوانه الحمراء والسوداء الجزائريه، حيث اقيمت بمناسبه هذين الهدفين المتميزين حفل كبير وبهيج تناسب مع الحجم الفريق وتاريخ المجيد والاصرار من اجل الاداء الافضل. وهنا اريد ان افتح قوسين لاشكر كل شركاء المنظومه الكرويه المحمديه، جمعيات وهيئات واولترات ومناظر اعلاميه وصحفيه، كما لا تفوتني الفرصه لكي اقدم جزيل الشكر لكل مكونات السلطه المحليه. لا بد ان نشعر اليوم بالاعتزاز والفخر ونحن نتابع تقييم مسيره فريقنا وهو يخوض لقاءاته بالبطوله الرواد قسم الاول شرق الشمال والتي سيطر عليها من بدايه هذا الموسم الى نهايته محصلا 60 نقطه جاءت بعد تحقيقه 18 فوز 6 غلبات و 6 خسائر، مسجلا خلالها 45 هدف كاقوى خط هجوم ودخلت مرماه 24 هدف كاقوى خط دفاع. اشكر مره اخرى كل من شارك في اخراج هذا الحلم الى الوجود، راجيا من الله تعالى ان يكون هذا الموسم مسهلا خيرا على فريقنا وانطلاقه حقيقيه نحو الصعود الى اقسام الصفوة. تركت صلاحيه اختيار اطقم التقنيه والذبيه لربان الفريق وقد التقط ايوب مضحي وغيره، كما انه اضاف الى المجموعه عناصر شابه وواعده من شبان الفريق وابناء المدينه كوليد ايوب، حمزه وداد، كريم رزقي، كمال وبيلا، حمزه الصفار وغيره. وتكريما لمسيرتهم الطويله وتضحياتهم الغاليه في سبيل الفريق، جدد الثقه بمجموعه من اللاعبين كاحمد الشيكر، لطفي اوبيلا، رضوان جوهري، بدر عبيد، وزكريا حركات وغيره. زيادي رئيس سابق شباب المحمديه ومنخرط. نسيتي اللعب، دب اللعب، هذا هو اللعب. لا لعب، خليها الله، الكورونا.
عادي ولا لعب الهلالي لعب راسه براسه يجي لعب يتواطئ ويشد الهضروات عندهم في الفرقه مرحبا ما عندوش يمشي للدار ويترك يقابل الجامع. المهم كما تطرق السيد الكاتب العام القرار الادبي المهم انا من وجهه نظر ديالي القرار الادبي ماشي المحل ديال الاولى القرار الادبي خصو يكون مفصل من جميع النواحي باش نعطيو خلاصه نعطيو الاسماء ونذكروا بعض الاسماء كما ذكر في التقرير ديالو ان حتى الرئيس ما جبدوش شطرات ولا ثلاثه ضربة انه كيجبد الاطار ديال الناس الروكي شحال من خطره وهذه طريقه ممنهجه علاش بخلق الفتنه حيت باش كترجع الاحداث القديمه وكتقول دائما كتكرر رشيد روكي رشيد روكي رشيد روكي رشيد روكي هو البطل هو الفرقه هو الدربنه باش نزيد نذكرها عاوتاني هو الدربنه وكنبغيو ليه غير الخير وان شاء الله غادي نشوف منا الخير والخير راه شافوا منا في العام اللي فات العام اللي فات راه كنا دائما في الملاعب شوف راه كاين لباس السيد الكاتب العام الله يجزيك بخير الفريق خصو ولا سيما كما كتقول وقلتي في بعض التصريحات بانه يلاه شد المسار ديالو الحقيقي المسار الحقيقي ديالو راه كان من زمان راه دوزو رؤساء كبار راه كاين اللي منهم حاضر هنا وكاين اللي مات الله يرحمه وكاين سميتو له راه دوز واحد المسار اللي عنده تاريخ الرؤساء اللي دوزوا المكاتب المسيره اللي دوزات وكان مسار في المستوى الكبير باش تجبد لنا البدلات الرياضيه ولا باش كل باش نعيش بدلات رياضيه ولا جينا نشوفوا راه ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل ديال التقرير المالي وكذا ولكن اللي تقول الفريق شرات له بدار الرياضيه في المستوى اذا كان كاين الشراوات قبل لا الله يجزيك بخير هذا راه فريق كبير خصو واحد التقرير ادبي مفصل ويكون في المستوى الكبير فاش حتى الحضور اللي كاين خصو يستافد باش نجي نبدا نجبد شي مواضيع اللي هي ما كاين ودخلتي في المسائل التقنيه مسائل تقنيه لو غادي نجبدوها راه نجبدوها واش لا يعقل انك تقول لنا بانه في الاطراف الفروق وجدات وحنا ما وجدناش ما جبناش لعابه ما كانش مذكره لا مع الرئيس لا طلبناه هنا قدام الناس قلنا ليه الله يجازيك بخير جبنا واحد خمسه لعابه ولا سته في المستوى رغم ان بعد الاخوان الله يهديهم خرجوا لكم يسبوا فينا وشكون هو وشكون كيهضر وشكون هذا راه كنا حفظنا الله حفظنا الله ما كناش غادي نطلعوا وكانت غترجع الكلمه اللي قلنا في الاول الى الفرق استعدت وانا الامكانيات راه بعد ليا كانت موجوده راه ماشي كنطبل الرئيس راه على حسب التقرير المالي وهذه راه الامكانيات اللهم حافظ كما كيقولوا مولاي خير حافظ الله امكانيات مستوى كبير وهذا ما تقولش لي بانه الفريق فرق استعدت وحنا ما استعدناش العكس كانت الامكانيات كانت الانتدابات كانت اذا الى غادي نقولوا انتدابات ما كانش مستوى هذه القوم دي صلاري في الفرقه ولا يعقل ورات انا المسرى السياسي الرئيس راه قدام المسرى راسو قال لي صالير تانا لا الله يجازيكم بخير السيد الرئيس انا كنتوجه لك مباشره والاعضاء ديال المكتب المسير فرقتنا راه كبيره خصها في مستوى خص الناس اللي بغات تكلم في مستوى الكبير اما تكوين عصابات راه العصابات راه نعرفو نكونوهم وهاك البرد حنا ولاد الفرقه الا الفرقه كنموتو عليها وكنضربو كيلومتراج على قبلها وسميتو عليه خصنا كنشوفو شي حاجه زوينه ونفرحو ونجيو عطيتك كلمه اخرى كافي اكثر من الكافي حيت رجعتي في التكرير شفتي كلها باش كاش التكرير شنو الجواب شوف اسي خلينا نكمل وهذيك الساعه شوف الله يجزيك بخير اسي هادشي اللي قلت راه ماشي معناه هذا الشيء كنطلب لك اسي الكاتب العام ولا هادي ولكن
راه الشيء صحي، المناقشه صحيه، راه في من جيل الصفه نتفاعلوا ونبقى ولكن هذه راه مناقشه صحيه وان شاء الله غتستافد منها الشباب المحمدي. وشكرا على سيدي الرئيس السابق السي عندلي اللي صراحه كيفرحنا بانه وجود ديالو معنا في الفريق. بغيت نضيع واش كاع الناس واش كاملة هما الاولين حضور كريم معنا سي طارق ورقي هو داز الرئيس السي الحاج الزياتي اللي بغيت نهضر فيه هو الشق التقني. فالشق التقني السي الشق التقني ربما كان خاص يكون معنا في مستشار تقني، كاين ناس مستشار تقني اللي يجاوبونا على هذا السؤال ولكن ربما الكاتب العام يقدر يجاوبنا على السؤال. لا كاتب عام ورقه تقريبا لا ما كتشوفش ما كتشوف بان مرحله الاياب اللي صعد فيها الفريق كانت كارثيه بالنسبه للنتائج ديالو. فمرحله الاياب ما شفتوش بانه كانت عانى وكانوا اللاعبين كلهم مصابين، كانت حتى المصابات كانوا بزاف الحوايج اللي خلاو الفريق يكون ضعيف وضعيف بزاف. للاسف ما التقرير الادبي ما طرقش هذا الشيء وما كنشوفش بان كان مكتب حتى واحد ما ناقش هذه النقطة هذه وسالم الموسم وبقى الأمور كما هي. هو ملي تكلم الكاتب العام راه ما عمر شي واحد نسى التاريخ ديال الشباب اللي كيقول لك باش ترجع للمكانة ديالها، راه بالعكس راه كيكبر داك التاريخ القديم ديالها اللي ما عجبوش الحال ديالها باش نرجعوا لذاك الشيء اللي عشنا في وقت المجد ديال الشباب. دونك راه بيرسون لا بغي ليستوار، بالعكس حنا هذيك ليستوار بغينا تكرر وبغينا نرجعوا لذاك الشيء اللي كنا كنعرفوا. هذه هي اللي الغرض اللي كان عنده، راه ماشي باش يقلل من الفرق ديال الفريق كيفاش كان ولا من الكوميتي كيفاش كانوا ولا من اللعابه ولا من حدا. بالنسبه باش ندخلوا كيفاش كان لاليو كيفاش كان الرجول، راه ملي كيقول لك الاخرين استعدوا راه ماشي كيقول لك حنا مستعدوش، غير ملي كنتي كتضارب مع واحد ما مدينيش كنتي كتبان قوي عليه بزاف، ولكن هو ما تدريناش غدير ليه، يقول لي اذا ما تدريناش غدير ليه، سيدي هو يكون يقول حاجه وانت كنت كتعرفها بين ما الرجول كيجي يكون ديما صعب لاليو. الحمد لله انه حنا بدينا نوطرينمون قبل لالي ربحنا دوك النقيطات، اما باش تقول كانت كارثه باش غنطيحوا انا ما باش ما نطلعوش. انا نقول واحد الحاجه، انا في الحاجه وحده كنطلب باش هذه الكارثه تعاود تكرر هذا العام. شي هذاك لالي كيف ما دوزنا ولا الروتو كيف ما دوزنا، يعني الا قلتوا لي واش غنعاودوا هنا ولا مشوا زعما نسيني معكم نقول الحمد لله. مستوى طلع راه حنا باش نكونوا قبل هذه المستوى ان شاء الله. وما غيب عندنا المشكل انه كاين واحد المشكل اللي قانوني اللي هو كاين واحد الجمعيه رياضيه وقت كتمارس معنا اللي ما عندوش حق يكون في جوج مكاتب، اذا ما يمكنش يجي اليوم كمستشار يجاوب. بالنسبه للفئات ديال اللي جاني كتهضر عندك الحق، ولكن واش ما تيتيني شي كونترا اللي ما عندوش حق تيتينيها المينار ما عندهاش حق تيني بيه، وكل ما بني على بطل فهو باطل. واش بغيتي تيني كونترا اللي ما كايناش؟ القانون كيمنع عليك باش يحمي هذاك المينار. اللي حاجه واحده اللي خصك تقول هو ذاك المينار دابا مازال ما وصلش الوقت ديال لاسيناتور ديالو، خص الفضاء فين كيدرب وكيفاش كيعيش وكيفاش انت كتعتني به ما يكونش ما يلقاش في فرقه اخرى باش يلقى عندك. واللي بغينا حنا نعرفو انه هما كيف ما كانوا الشباب كلهم كيطلعوا من 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 الشباب كيطلعوا من الصغر ديالهم حتى كيوصلوا للكيب ا، كيكون عندهم واحد الغيره اللي واخا غدا واحد عنده فريق اللي واخا غدا اللي كيجيو الناس كيعطيوهم فلوس كيبقاو في الفريق. دونك شكون اللي كيعترض على علاش انا مشهور؟ علاش انا مشهور؟ اسكتنا راه مشي خرجت انا سكتهم. احتراما لك الفرقه هذه ها هو هذاك السيد والله يبشر ما عقل عليه ما
هو يسكني حتى واحد غير باش نتجاوب انا بغيت نتجاوب كل ما عرفتش اش جا نجاوبك ماشي اللي تقول تقول انا غنصوت عليك انا غادي نصوت عليه حد اليوم بدي شوف راه بان اليوم راه بان شوف اسي شوف راه صبر انا صبر لي كثير واه جينا شوف راه عرفتي علينا الله يجازيك بخير احنا جينا الله يجازيك بخير يلاه سيدي مرحبا خلينا دابا الله يخليكم شكون اللي كيعترض على هذا التقرير واش كاين شي واحد معترض عليه جوج ثلاثه ما كاين مشكل حنا قيدنا دونك عندنا جوج ديال الاعضاء اللي خصو يسحب واحد الكلام داروا في راك الله يخليك عادي ما تهضرش عمر شي واحد اخر منك انت تحسب شي حاجه قلتيها بلاتي لا خصني نهضر لا شي وزيدي انت حر نحقدوا السوريين انت حر انت حر خرج حي ولي تخرج هذاك صوتي ما تحيدوش لينا خصوصا نحقدوا السوريين ما شوف لا سي لا سي هنا في الجمعيه كنهضر على الجمعيه ما كتهضرش على شي حاجه انا كنعطيك فاس انا كنهضر فاس واش انت واش انت عمر شي واحد من عندك لا عمر شي واحد من عندك الهضره مرحبا ورتا منعتي ايوا انت منعتيني لا انت واحد لا ما لا كتكتب لي ويجي عمر شي واحد من عندك كتابه خاصه هذيك بوحدي ايوا انت هو كتابه خاصه هذيك الفريق هذيك انا كنت ديال الفريق هذيك الله يخليك الله واش فيسبوك ولا الكلام هذا دابا انا كنضرب الدور انا ما عنديش فيسبوك الحمد لله الشاب هادي هادي كيتوصل معكم شي سيد رئيس الا ما عندكش ما كتوصل انا ما عنديش الناس خاصه كتوصل شوف راه انا ما عنديش باش نهز هادي راه كنا هاسي اي بنت بقى انت اللي غادي لا ما تقاش لا سي اسمح لي اول حاجه قبل ما نفتح الجمع العام انا اللي قلت لك ماشي انا عطيني اسمح لي يا سحاب هاد الكلمه والله ما كاين مشكل واخا ما تسحبش لا سحاب كنت كنطالب بيدي 10 سنين كنت كنقول شباب المحمديه خاص يجي سي هشام يتمنى اذا حتى واحد ما يبقى يجي بقاو بقاو يعوموا في داك الغيط راه حنا بغيناك راه كنقولوا كنا كنشوفوا شحال هادي مشيت لدابا حيت شي وحدي شي وحدي ما كانوش كيدوزوا حتى وحده التيران سي هشام ما كانوش كيعرفوا التيران كون ما كنتيش انت راه ما يجيوش اجيني الحمد لله اللي جيت الحمد لله اللي جيت انت والدار وشي ناس اخرين واش شي شباب اخرين كيهضروا على الشباب بحال الطريقه كيهضروا على الناس اللي غامرات بحياتها وشحال من حاجه ضحات باش يجوا ليها ويهضروا عليها يهضروا عليها بحال هكا ماشي مشكل مي راه انت سي هشام راه حنا باغيينك راه مشروع ديال الله يخليكم انه اللي ما عندوش الحق يصوت اللي عنده قبل من سنه راه ما كيدوش الصوت ديالو راه مش حبس عاود الحذر بغا يزيدو ما كانش عاود العمل والقضاء الوطنية من جامعة معسكر الكلية الوطنية تقدم لكم التقرير البياني للموسم الرياضي 2017-2018 والذي سأحاول من خلاله تزويدكم بكل وضوح وشفافية بجميع المعطيات والبيانات السلبية والتي جاء في مضمونها ما يلي دونك غادي نعطيكم لي روسيت لي ديبونس ونشوف لي ديبونس بغيتو نعطيكم شي لي ديتاي لي ديبونس بالنسبة لي روسيت عندنا بالنسبة للروسيت كانت الجامعة ديال المحمدية عطاتنا 1,400,000 درهم الجامعة الوطنية لكرة القدم عطاتنا 900,000 يعني 900,000 درهم 950 درهم ما تبقى جاء من عند السيد الرئيس و يعني لي سوبونسيون قريب من الناس كراسي الهلالي الحاج الهلالي راتب انفيست الناس ديال اكادير ديال سوس كيموروب اي دي ستانيا السي جمال صديقي تاع هو اي سي بودينغ
je vais en couper l'eau, on va dire 9 905 536 63. مع الفرق ديال المحمدية بلاتي شوال عجب هادوك لي سيمونسيون ديال اللي داروا مع الفرق هادي مع المدارس وهادي التفاصيل باش نعرفوا شنو كيستافدوا من الفرقة هادي هو ماشي الاخر الله يخليك على السي هشام لي سيمونسيون كانوا اشبال الاطلس كانت شحال أطلس واحد 400 مليون وكانوا جمعية الباسكت لاين بيبي وكانت جمعية الفرق هذا اللي شي بس سعيد هذا اللي شي باش نعرفوا ديال كل واحد شخص دابا باش نعرفوا نديروا تحنا شي فرقه سعيد انا نرجو على هذا الشيء كانت 40 درهم ديال ليفري ديال افريك كانت فيها اون بريز ان شارج ديال واحد السيد كان الشباب ومرض خلصنا عليه فاك لي 14 درهم كان لي فري ميديكو ديال واحد السيد سي انسيان ديال الشباب كي سالي هكا 8339 درهم كان 152 درهم ديال ليكيب ديال الفيمينين كان 100 درهم ديال الباسكت كانت 5 مليون ديال واحد بريزون شارج ديال واحد المحامي اللي مشى دافع على واحد من العباد ديال الشباب كان عنده مشكل كانت فيها 300000 درهم ديال الشباب الاطلس اللي عقلي معاهم شي حاجه في العباد ديالهم وبقينا من عندهم زوج لعبه هذا كان زعما وكان فيها 50000 درهم ديال الشباب ديال عونان جوبيلي ديال حسن الروي كانت فيها 48 درهم باش ساهمنا في الاكاديمي ديال الشباب المحمدية باش كان زعما واحد الحقوق وكانت فيها واحد المبلغ ديال 32000 درهم ديال الاتحاد كنا خدينا من عندو واحد هذا هو الديتاي ديال لي سيمونسيون ما كتشوفش بان هاد لي كونفونسيون اللي تزارو في الفارق الشباب المحمدية ما كيمتلكش حتى حافلة باش يدي بلاصة ما بين لاموريا والتيران ديال شي واحد الحافله اللي للاسف ما كتحسوا بان فريق الشباب المحمدي كيدير بلاصه ديال الحافله باش تمشيو هذيك وما كاين لك حتى حاجه شهر الشباب المحمدي يعني لي كونفونسيون كيداروا يكون فريق غني يعني عنده فلوس زايده وعنده هذا عاد كيتعطى هاد الفلوس هذا اما فريق الشباب المحمدي باقي ما عنده دابا حتى حاجه اشنو عند الشباب المحمدي باقي حتى صفر فريق باقي عنده الدار الجنه ديالو السي الفلوس هي كلشي السي هشام انا هو حنا دابا انا والله للاسف انا للاسف ملي كنشوف شباب محمدي كدي بلاصه في ديك الحافله من لانوريا للجيران ديال العالية كيبقى فيها لان شنا دابا فراقي صغار عندهم حافله في المستوى عندهم بزاف الحوايج وفائده بيا كنسمعوا حنا شباب محمدي كنتبرع واحد المبلغ ديال الحافله باش الجامعه تكمل الفلوس ديال الانداش باش باش الحافله تشوف كاين واحد الاشكال في واحد المقارنه بين شباب محمديه وفريق ديال المنصوريه اللي حتى المرتبه الثانيه فريق المنصوريه العام خسر ما بين 200 و 300 مليون ما بين 200 و 300 مليون راه كاين تولد خمسين في المية ديال الفرقة وي دابا ملي كتشوف فريق حتى المرتبة الثانية وخسر 300 مليون والفريق اللي فاز باللقب وخسر 967 مليون فهذا الفرق راه فرق كبير حنا دائما كنا كنتمناو يجي الرئيس اللي هو هشام يتمنى ويصرف واحد 400 مليون ويخزن لنا واحد 500 مليون هاد العام واش يجيك الصراحه الا خسرت 400 غنخدم 500 راسي ما غاديش نعطيهم لك اللهم نصرفهم عليك كل دابا زعما صراحة بكل صدق كنا كنتمناو هادشي هذا
بانك تصرف 1% ولا 500 وتخلي 1% في الفائض. انا غادي نقول لك واحد الحاجه، انا نصرف 500 و 800 وانتم جمعوا 100، داكشي داكشي اللي غتجمعوا انتم خليوه. علاش كيكلم معاك؟ هو كيهضر كيقول لك كنا كنتمناو، ما كاينش كنت كنتمنى، راه قال لي كنا كنتمناو، دونك انا جاوبتو نتوما، يقول لي كنت كنتمنى غنقول ليه جاوبك انت. ما سيدي 400 راه هي اللي تخسرت، وداك الشيء اللي خصك عطيتي لعباد الله في التقرير المالي راه ما كانش عليك. صافي قلنا بان ما كرهناش ولا ما كرهتش، نهضر على راسي، لحقاش بزاف الناس هما ما كرهوش، لان الشباب دابا متعلق المصير ديالها ربما هشام يتمنى، وهذا خطا كبير كاين، ومخالفين كامل ساكتين على هذا الخطا هذا. ما بغيناش فريق شباب محمديه يكون الاسم ديالو مع هشام يتمنى، بغينا فريق شباب محمديه يكون عنده واحد لاباس، يكون عنده واحد المدخول ديالو، تكون عنده واحد الارضيه ديالو، يكون عنده بزاف د الحوايج باش الا هشام يتمنى شي نهار تعصب ولا شي نهار ما بقاش قادر. الله يحفظك من هذا الشيء كامل، وانما كنقولوا الا واحد النهار ما بقيتيش قادر عييتي ما عرفناش. الله يجزاك الله يجزاك الصحة، احنا معطيينها والله سيدي يا هذا المجمع ما يبقى فيه واحد كيدور. اذا احنا خوفا على الشباب زعما كلشي عندنا. عندك الحق، شوف عندك الحق 100%. والله العظيم اول تدخل، اول تدخل اللي مزيان، واول حاجه اللي مزيانه تكلمت هي هذه. المهم راه حقاش انا شوف انا متفق انا وياك، غادي نجاوب انا وياك. انت كنخربوا ولكن انا راه ما يمكنش نهز انا الفريق بوحدي، وكنقول هادي ديما وما يمكنش، يمكن المصاري ديال هاد العام اللي ندير لهم ديال العام الجاي اللي ندير لهم والعام اللي نعاود تا ونحاول، ولكن غادي نوصل لواحد المستوى ديال المصاريف ديال الشباب ما غاديش نقدر عليها بوحدي. داكشي علاش انا بالنسبه ليا عندي دو زوبجيكتيف، اوبجيكتيف سانتا اوبجيكتيف سبورتيف باش الشباب ترجع لبروميير ديفيزيون، اي لوطر اوبجيكتيف باش الشباب تكون مستغنيه عليا وعليكم كلكم. الجرائد الالكترونيه، وكنشكروا بهذه المناسبه جامعة الشباب المحمديه اللي كتعطينا جميع الاخبار ديال الشباب. صراحه هذه النقطه هذه خصك تشوف تابع لها السيتي. خاصو الاخبار ما يتطابق يكونوا صحاح. هذا هو اللي كاين. هذا هو. مش خاص يكون هذا هو الشيء اللي كاين. دابا شوف دابا انا عطيتك باش تهضر. وخبر هادشي اللي هضرتي ما خصكش تقول. علاش؟ دازت تقرا الاداب؟ لا لا، دابا انا ما خليتيش خلينا نساليو التقرير المالي ونصوتوا عليه، ومن بعد قلت لكم ملي غنساليو التقارير الا كاين شي نقاش خارج التقارير نهضروا فيه. دابا انت بديتي كتهضر على داكشي اللي خارج قبل ما نساليو. ان شاء الله ماشي مشكل. ولكن ما كاين مشكل. انا غندير داكشي اللي قال الحاج، انا غندير داكشي اللي قال الحاج غنكون شويه صعيب، انت مالكش حق تقول هادشي خارج نازل التصويت. عطاني على النقطه السيد. شي واحد كيرفض هذا التقرير. إذا كل شيء صادق. إذا تمت المصادقة على التقرير
شرينا من هذا اليوم قريبا خمسة القطاعات وشي حاجة اللي هي في ملك الشركة نقول ولكن شهادة المحافظة ديجا في سميت لاسوسيتي الإيمونية دونك تقي لي زوطر كونطخا باش نساليو البروغرام داشا Alors, l'objectif est de construire une académie des chefs. Je suis chauffeur à des architectes.
الانتظارات ديال الشركه باش نشوفوا واش غادي نشوفوا شنو نورمالمون لي سوبونسيون في الاكاديمي بوغ الي جوست 90 مليون دو ديرو هذا كدعم باش هذا هو الاوبجيكتيف اللي كان باش تمنينا واحد ثلاث سنين الاكاديمي ديال الشباب الشباب اللي جاوا كيف ما كان انه القوة اللي كانت ديال الشباب انه 100% ديال اللعابة ديال الشباب كانوا خارجين من المدينة ولاد المدينة ولاد الشباب اللي خلو الشباب اللي كاين يكون عنده واحد الحب ديال الفريق اللي كيولي فيه صعيب كيولي صعب باش يجي شي واحد بدا في الداخل باش يجي وباش عندها معقولة وكتقول لها كتنصر اتجاه واحد وهو انه هو الحفاظ وانه حماية الفريق كاملين كانوا كيتكلموا بالقلب ديالهم انه الهدف ديالهم هو حمايه الفريق وهاد التدخلات ديالهم كلها كنتفاهموها القوه ديال الفريق القوه ديال البرلمان ديالو القوه ديال المنخرطين ديالو القوه ديال الاقتراح ديال الاعضاء ديالو صراحه كان موسم اللي كان فيه ايجابيات وكان فيه سلبيات ولكن بأي حال من الأحوال فموسم كان فيه الصعود ولذلك خصنا نفرحوا بهذا الصعود خصنا نشكروا كل المكونات اللي ساهمت في هذا الصعود طاج كبير بزاف اللي هو 70% إذا إلا كنا زعما إلا كانت النوايا هي شباب محمدية وهي الرفع من المستوى الرياضي داخل المدينة كنتمناو بأن تكون الأسهم ديال الجمعية الرياضية شباب محمدية 51% وتكون ديال لي زاكسيونير 49% كنتمناو لا حيت باش كتبقى ديما الصلاحيه للجمعيه لان شكون اللي ضمن لينا هشام اي 8 من الغدا لان فرق عالميه بحال باريس سان جيرمان بحال بزاف فراقي ما نجحوش في الشركه سيرتو في هذه القضيه ديال الشركه قبل ما نمشي ليها نمشي على التسيير ديال سي هشام باش نكونوا واقعيين ومبدئين هشام راه بكل صراحة حنا معاه في المكتب ولكن راه هو اللي هز لعيبة بوحدو واليوم إلا كاينين الناس كيساهموا مع شباب محمدية فكيساهموا مع هشام لأن يمكن أنا في المحمدية ويمكن شباب محمدية ولكن كاين الناس كيما قال لك جاي من اكادير راه ما يعطيش الشباب المحمدية وما كانش هشام باش نحطوا الامور في المسائل ديالها اذا هي فرصه بالنسبه لشباب محمدية مزيانه يعني نتمنى من الله هذا الشيء اللي سطروا الحاج هشام يمشي في الاتجاه الصحيح واحد النقطه قلتيها انت يمكن قبيله الضرب رجعت ليها وهي وفعلا هذا راه واقع ديال الكره المغربيه وهي الرئاسه كتكون متعلقه الفرقه كتكون متعلقه بالرئيس هذا سي عادي والدليل تبعوا معايا المغرب التطواني ونوقف هذا عادي في المغرب عندما نديروا لعب الله الحمد لله كما قلت كاين جا نرجع معكم عفاك على باش نعطي الكلمه للسيد الرئيس هذا الشيء ديال الشركه انا كنت جوج مرات دخلت مع ان اف ام ومع راديو مارس في هذا الموضوع هذا نكونوا موضوعيين راه ما كاينش شي واحد غيجي يساهم في شركه ديال الكره عنده ما يجي يدير باش نكونوا واقعيين حيت اليوم كتساهم واحد الشركه هي غتاخذ الرباح الراجل تحط الفلوسات في شباب محمد ديال ما عمرك ما تاخذ الرباح غتحطهم في الوداد والله ما تاخذ الرباح ماشي شباب محمد ديال الوداد والرجل إذا هذا مشروع السيد الرئيس ديال الجامعة اقترحه كيشوف فيه بعين مزيان يمكن واحد النهار نوصلوا لذاك الشيء اللي وصلوا ليه الفرق الأخرين اللي كيبيعوا واحد المنتوج باش يمكن دونك اللي بغيت نقول لكم هذا المشروع اللي هشام سبق فيه يعني خدا هذه الانيسياتيف يعني تحسن له ولكن راه هو اللي غيضر فيه الثمن اللي خصو يقلب على المساهمين واللي غيجي يساهم راه ماشي يدي شي حاجه ورا الفرقه غيدي لنا هشام غيورك عليه شي شويه مع صحابو داكشي
دونك هذا هو اللي بغيت نقول لكم. راه مشيت تبان لكم الشركه بحال ما عارف واش غيوقع في شباب المحمديه، راه حتى واحد ما ماشي عجب المحمديه تنقول لك، راه شفتوا المشروع تعطل بعام دابا ياك عطلوه، وثيقوا بلي تعطل بعام ومازال عايز يتعطل. يعني لوكا ديال المحمديه يمكن يمشي لان واقف عليه واحد السيد، ولكن الاخر ما غاديش يمشي لان اللي ساهم في هاد الشركات غيكون عاد التعاطف مع فهد، ما يكونش داخل باش السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على ما سجلت مغربة كاملين. ودابا أنا خرجت السبيطار، دابا نمشي عند المنتخب. شكرا. Thank you for all the messages. I'm good.